تكون نشيط في الدعوة. فأي مكان تبلغ، أي مكان، جامع، محل بتاع طماطم، محل بتاع مراكيب، جامعة، وظيفة، شغال في محل كهرباء، في هيئة مياه الخرطوم، في غيره، في شركة هندسية، في كلية طب، في مستشفى شغال، غفير بتاع كذا، مدير بتاع كذا، غيره. الدعوة دي هي الدعوة. وجعلني مباركا أينما كنت. اشتغل دعوة. وأنا بستغرب إنه أهل البدع نشيطين، نشيطين. هسا الصوفي العام قال شيخه بنزل المطر وبندي القروش للشيخ الأخير ده، خلينا من اسمه، شوف زول المادة، إحنا ما بنجيب اسمه كثير، دي سياسة منتخزينها في الدعوة دي. خلاص جابوه بالتلفزيون، فقام المذيع سأله عن إنه الهجمة على الصوفية وكذا، وإنكم بتسووا كذا بدع. خلى السؤال جاوب كيف؟ الوهابية قال، وما الوهابية، ودي الناس بيجسموا ربنا، و مسك الوهابية. زول داري يقدم دعوته في أي زقاق، في أي حتة لقاه داري يقدم شنو؟ دعوته الباطلة الشركية دي داري يقدمها. فأنت من باب أولى، أي فرصة لقيت قدم دعوتك، وربنا بيحفظك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله بيعصمك، ما تخاف، ما تلاوز، ولا تخاف على الرزق. إنه الجماعة دي لو تكلمت وإنت شغال معاهم هنا، حيمشوا يكلموك مدير الشركة أو مدير الشغل، حيشيل منك العربية أو ده كله فارغ، ده شغل بتاع إبليس. الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. أصل الرزق ده أسعى، لكن ما شيله هم، شيل هم الدعوة دي عشان الله يرفعك. والله بيرزقك بالدعوة دي، ذاته بيرزقك، بس أخلص النية وأصبر. في ابتلاءات، في قرصات، في امتحانات، في محن، في حاجات بتحصل. انت قال بس انا سلفي، خش ادو عربيه، ادو بتاع، انت قال كده ايه؟ انت قال كده؟ اشتغل دعوه لي الله، واطلب الجنه والاخره، ربنا بيديك الدنيا والاخره. اما اذا طلبت الدنيا الاخره ما في. والدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤته الله من الدنيا الا ما كتب له منها، وتشعبت به الهموم، وجعل الله فقره بين عينيه، ولم يبال الله بأي أودية الدنيا هلك صحاه الألباني. لكن إذا داير دي الآخرة، الله بيديك الاثنين، الدنيا والآخرة. يبقى الزول الذكي الفاهم ساي يختار ياتا، اختار الآخرة، الله بيجمع عليك الاثنين، الاثنين بيجتمعا. فما تخاف على رزقك وتضيع دعوتك، ما تخاف على دنياك وتضيع دين الله سبحانه وتعالى. اشتغل دعوة، الله الله يرفعك ويحفظك ويجعل لك الصلاح فيك وفي ذريتك من بعدك. اشتغل دعوة، وياتوا دعوة، ما الدعوة الفارغة بتاعت أنصار السنة دي والأخوان المسلمين والحركة الإسلامية والصوفية والتجانية والسمانية والقادرية والختمية والركينية وغيرهم. الدعوة بتاعت السلف الصالح، الجبال الأنبياء والرسل، وساروا عليها السلف الصالح من بعدهم الصحابة ومن سار على ناجين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أنا طولت في مشايخ.